تنفيذا لتوجيهات مباشرة من محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل ومتابعة ميدانية من معاون المحافظ لشؤون الفنية المهندس أحمد صالح الجبوري، بدأ العمل في دفن مقتربات الجسر الرابط بين قرى الرمضانيات ومركز قضاء شرقاط مرورا بقريتي الهيصة والحورية المنكوبتين والتي ضربتهما سيول الأمطار، والتي سيساعد في إيصال المعونات الإغاثية للعوائل المحاصرة خلف الجسر والتي تقطعت عنهم الطرق منذ حدوث كارثة الفيضان في القضاء.